كذلك أيضا تسرق الذهب، تسرق الذهب، هذا جربناه عندنا في البيت، فقدنا خاتم من الخواتم للنساء، دورناه ودورناه وإذا فيه شق في الجدار، وكان عندي علم إنه تسرق الذهب، شق زودنا شق، وجدنا الخاتم في هذا الشق. نعم. وحدثنا شيخنا رحمه الله أن رجلا كان يكتب في حجرته، فجاءت فارة نزلت من السق، جاءت حوله فوضع عليها إناء حبسها، لما تأخرت عن زميلاتها جاءت واحدة منهم تبحث عنها أين ذهب، وعلمت أنها تحت الإناء، فصعدت إلى السقف وأتت بدينار، دينار ذهب، الدينار صغير يعني تحمله بسهولة، جاءت بالدينار وألقته إلى جنب الرجل رشوة أودية. المهم الرجل قال لي ما بطلقة، انتظرت ما في فائدة، صعدت إلى السقف وأتت بدينار آخر ووضعته، ولكن الرجل قال وراء الأكمة ما وراءه، استمر، فجاءت بثالث ورابع وخامس إلى عشرة، عشرة دنانير سارقتها. يقول في النهاية جاءت بالكيس. نعم جاءت بالكيس، إشارة إلى إيش؟ خلاص إنه خلاص اللي عنده. يقول لما جاءت بالكيس فتح الإناء وقتلها، قتل الفارة، والثاني هربت. فعلى كل حال أنا أتيت بهذا الذي حدثني شيخنا رحمه الله، حدث طلبة حدثناه للإشارة إلى أن من أذية الفار أنها تسرق الذهب. كذلك أيضا تأتي على الدقيق وتلوثه في البعض وغير ذلك، فهي من أفسق الحيوان، فيسن قتلها ولو في وسط المسجد الحرام.